بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم على اليوتيوب ودائما سنقول تابعونا على اليوتيوب وأيضا على التويتر. سبق وأن تكلمنا في الحلقة الأولى أو الحلقة السابقة والحلقات هي 2 مزدوجة 4 6 8 هكذا. سنستمر في 15 حلقة مدة كل حلقة من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، وكل حلقة سنعطيها عنوان. فهذه الحلقة الثانية، وجميع 15 حلقة في المقدمة وتقديم الرواية. كما ذكرنا أن الرواية ستكون مسرحية، وهذه الحلقات هي بتعليق صوتي، وكأنكم تنتظرون فتح الستار. وذكرنا أن المسرحية عنوانها عمية تكحل مجنونة، وسيكون هناك بروشور وهي مسرحية إذاعية ستذاع في المقاهي، ويشمل ذلك الكازينوهات، مثل ما كان زمان الرجال يذهبون، وهذا ما زال في مصر، في المساء يذهبون إلى المقاهي ليجلسوا ساعة أو ساعتين. فسيتم اشتراك مقاهي لسماع المذياع أو الراديو والمسرحية بالصوت، ولكن المسرحية هي تكون موجودة على المسرح في مصر في وسط البلد، وإن شاء الله تكون موجودة في نهاية الصيف أو بداية العام الدراسي في عام 2021. دعوني أعرفكم على البروشور، وهناك بروشورات ستتغير أسبوعيا، يعني كل أسبوع يتحدث البروشور أو بوستر، يكون كأنك أنت داخل المسرحية فيكون على المقهى، وهي كل ليلة. يعني كل ليلة في كل مقهى، مثلا مقهى يوم السبت، مقهى يوم الاثنين، مقهى تعاد، يعني بمعنى أن كل أسبوع في مقهى معين يكون عرض. طبعا في البداية ممكن كل شهر عرض، بعدين المقهى يعني يكون كل أسبوع، لأنه غزارة الإنتاج ما تأتي إلا بعد الوقت، مثل المسرحيات كانت، يعني المسرحية نفسها تعرض تتكرر.
هنا المسرحيات تتكرر من مقهى لمقهى. لكن نريد أن نتكلم عن البوستر. أنت إذا دخلت فيلم ففي بوستر قبل تدخل تشوف تقريبا الفيلم هذا العنوان وبعض هذا. فالآن نترجم البوستر. طبعا البوستر باللغة الإنجليزية المسرحية فيها كلمات إنجليزية وفيها طبعا العربي للتفصيل، والكلمات الإنجليزية تؤخذ مثلا زي الأسماء زي يونايتد نيشن الاسم الأمم المتحدة وكذا. فنبدأ بقراءة البروشور. فالبروشور والبوستر فيه كسمي نوفل يعني رواية ست شامي. بعدين نوفل بلايند آي لاينر كريزي يعني أعمى أو عمية تكحل مجنونة. بعدين السطر الثالث كسمي بلاي أو مسرحية كسمي هاشتاج، ممكن تكون على اليوتيوب هذا الهاشتاج. بعدين السطر اللي بعده 2000 ليلة وليلة. بعدين مسرحية تثقيفية أو تنويرية أو تبعث التحذير والانتباه. بعد ذلك في البروشور أو في البوستر العلاقة بين المجتمع والنظام العالمي. نذكر المجتمع يتكون من أفراد، الأفراد هم الناس، الناس هم مكونو الدولة. وفي الأمم المتحدة هناك 180 دولة لكن اسمها الأمم المتحدة، فكل دولة أمة. يعني لا نريد أن نذكر دولة، نذكر أمة، مثلا الأمة المصرية، الأمة السعودية، الأمة الأردنية، الأمة باسم الدولة مسجل باسم الأمة. على الأقل هذه مسميات الرواية. يعني في الرواية في الممثلين على المسرح يعني يذكروا أنه هذا من الأمة. طبعا السعودية العربية، المصرية العربية، فيصبح كل الأمة العربية زي الاتحاد. يعني يستوي مصر واليمن العربية. وفي الأمة الصينية، يعني لو كان في المسرحية حديث عن الصين الأمة الصينية الروسية وهكذا. طبعا ذكرنا أنه المسرحية رمزية ما تتدخل في السياسة، يعني الحين ما حنغير ولا المسرحية تنظر إلى تغيير المسميات، لكن هذه المسميات حسب ما هو مسجل في الأمم المتحدة، فهي لم تكن الأمم المتحدة الدول المتحدة بل منظمة الأمم المتحدة. فشئنا أم أبينا هذه الأسماء ثابتة. فممكن أنه في ميثاق الأمم المتحدة هناك الأمة العربية
تشمل جميع من يتحدث باللغة العربية، والأمة الصينية والأمة الروسية والأمة يمثلها هذه الدول، حتى يسهل على الأمم المتحدة فموجود في البوستر نظام الأمم المتحدة، وموجود أيضا في البوستر United Nations Five Umbrella، يعني خمسة مظلات أو شمسيات، ما نسميها شمسية التي تظل الإنسان من الشمس ومن المطر تستخدم. فنتخيل كل هذا الكلام حتى يتم عرض المسرحية، يعني يأتي شخص أو خمسة أشخاص يحملوا خمسة أمبريلا يدخلوا تحتهم، يعني حاجات عرض للعرض أو الأدوات التي تستخدم على خشبة المسرح. وممكن الأمبريلا الخمسة أمبريلا تكون على، طبعا الخمسة أمبريلا هي الدول أو الأمم الدائمة العضوية في الأمم المتحدة. هنا يأتي بالنسبة للخمسة كل واحدة أمة، وهي دولة، يعني أمة الفرنسيين، أمة الفرنش، وأمة الأمريكان، بمعنى أمريكا الجنوبية ما هي منهم. يعني إذا قلنا أمة أمريكا هي الولايات المتحدة US، تكلموا باللغة الإنجليزية. فما في أمة كندا مثلا يتكلم باللغة الإنجليزية، ما في أمة، في أمة البريطانيين. هي من الأمم إلا خمسة، والأمة العربية والأمة الصينية والأمة اليابانية. طيب ليش الأمة اليابانية؟ لأنه التصنيف في الولايات المتحدة دول العالم الثالث، اليابان ليست منهم. تركيا الأمة التركية، لأن دولة تركيا ليست من دول العالم الثالث، وهذا في ميثاق الأمم المتحدة. قد يكون أن الأتراك كانوا أمة سائدة، واليابانيين كانوا أمة يعني لوحدها، والعرب أمة. طبعا عاصمة الأمة العربية لا شك أنها مكة، أقدم مدينة للعرب، ويتبعها، والعاصمة الدينية هي معروفة، مكة والمدينة المنورة والقدس. فإذا نرجع نتكلم إنه في مصطلح جديد اللي هو خمسة مظلات الأمم المتحدة، خمسة شمسيات الأمم المتحدة أمبريلا. وهذا المصطلح يعني UN 5U، يعني كل حرف من أول كلمة UN United Nations، خمسة 5U تعني ليس اتحاد يونايتد اتحاد أو متحدة، لكن تعني أمبريلا يعني مظلات، يعني كأنه المشرفة على العالم خمسة. في فترة 2021 إلى 2070 سنشهد التغيير في الأمم المتحدة. بدأ التغيير إنه تقريبا أضيفت الصين، بس ما أضيفت من الخمسة، يعني ما زالوا خمسة. فالصين
أمة، لكن الآن أصبحت تنافس الأمة المستجدة. نلاحظ في عام 2021 في الأوبئة، يعني لم يسمى أي وباء من قبل الإيدز والإيبولا وهذا إنه مستجد إلا الكورونا. فإذن الأوبئة أخذت وباء كأنها بترمز إلى الحرب. طبعا نحن ما نتكلم في السياسة، والرواية ما تتكلم في السياسة، ولكن ترمز لرموز تخص الرواية وليست كرواية، هو أدب. عشان كلمة المستجدة هذه تستخدم في الرواية، إذا قلنا فن المجنونة مثل اسم هذه الحلقة، فالمجنونة المستجدة. إذن لو قلنا المجنون المستجد يعني الخمسة كانوا مثلا موجودين كخمسة، يعني دخول أو إنشاء الأمم المتحدة يعني الأربعة قديمة، فجاءت أمة مستجدة جديدة حديثة. كيف تدخل رائدة أو مستجدة؟ ورمز المستجدة يعني إنه هي الراعي أو هي اللي ينظر إليها، يعني تلغي ما قبلها. كذلك دائما نقول كورونا تجب ما قبلها، تجب يعني تلغي، فأمريكا تجب ما قبلها، يعني عهد جديد من الأمم. الآن ظهور تغيير، تغيير. طبعا المسرحية لها علاقة، والكلام اللي موجود في البوستر له علاقة بالمسرحية وليس له علاقة بالتكهنات السياسية ووضع الدول والحروب والكذا. لكن هناك ملاحظة بالنسبة للحروب، انه اليو ان 5U اللي قلنا الخمس المظلات أو الشمسيات للأمم المتحدة هي اللي خاضت الحرب العالمية الثانية، والمستجدة هي اللي كسبت الحرب. يعني لو ما المستجدة كسبت الحرب كان صار في حرب عالمية ثالثة، هدنة وحرب، واستمرت ثالثة ورابعة وخامسة. ولذلك بعد الحرب أو كسبة المستجدة الحرب نلاحظ أن الأمة ما كانت مهمة، لأن أمريكا كانت بعيدة فيها سكان الهنود الحمر. فإذا أمريكا دولة جديدة ناشئة، الآن الصين دولة جديدة ناشئة، فنقول الصين المستجدة، نقول أمريكا يعني هنا جاءت مستجدة أخرى في 21. والدليل أنه اتهمت أن الكورونا المستجدة ظهرت من الصين، وأتى كمان في عام 21 الصاروخ الصيني، يعني أحداث. وما خفي أعظم، أو ما يخفيه المستقبل القريب. ولذلك الرواية يعني هي متجددة، وهو فن مستجد، يعني فرض عليها، فرض على فن الرواية أن يكون فن مستجد الأدب. طبعا الرواية هي أدب، فالأدب يجب أن يكون أدب حديث، يعني الأدب القديم سينتهي، فنحن في بداية رسم الخط، ورسم الخط للأدب المستجد ولل رسمناه في هذا المثل اللي هي مجنونة وعمية. يعني
نلخص ان المجانين يعني المجنونة استعارة، يعني من الناس اذا كانت هناك مجنونة امرت عمية تكحلها، فالعمية يعني تخاف من المجنونة. لو كانوا مجانين خمسة مثلا يعني صار بينهم الحرب، ف يعني المجانين يتحاربوا، لكن العمي ما يتحارب، عمي ما يشوفه. طبعا هنا ما فيها الرواية استهزاء، لأن المجنون أعمى والأعمى مجنون، يعني ما فيها استثناء إن الخمسة دول مجانين منهم عمي. ليش؟ لأنه نحن نتكلم أمة، ف يعني المجانين في عندهم مجانين آخرين وعمي آخرين. يعني لو كانت في أمة فيها مجانين يثيروا الحرب أو يخططوا للحروب مع أمة أخرى مو بينها البين، فاللي يخططوا للحروب ممكن يكونوا مستويات، يعني كل اللي يدخلوا في الحرب ما يجوا 20% منهم كجيش وك، لكن اللي يخططوا واللي يفضلوا التخطيط، يعني حتى لو ما في حرب تصير حرب استباقية مثل اللي بيصير من عام 2000 مثلا أو من بعد الحرب العالمية الثانية، في حروب استباقية، الحرب الباردة والحارة يعني أشياء كثيرة. فإذا نكتفي بهذا القدر عند UN 5U، وكما ذكرنا أنه هذه تعليقات يعني قبل فتح الستارة. طبعا نزلنا التعليقات، قلنا نحن أي تعليق، يعني مثلا لما تكون حفلة لعبد الحليم حافظ أم كلثوم وتسمع أحد يعلق، هو التعليق ما صار وقت الحفل، يعني ما حناخذ من وقت الحفل، فالتعليق يتسجل قبل ويعلن يذاع. فنحن عملنا نفس الشيء، يعني حيذاع التعليق وهو موجود فنرسله